الأوفر في أماكن متعددة من محافظة طول كرم، وأيضا بعض الشوارع الغير مكتملة من ناحية التعبيد والتي قد تستغرق أحيانا مدة 5 أشهر لإنجازها، دفع بعض المواطنين للجوء إلى كاميرا تلفزيون الفجر الجديد من أجل تسليط الضوء على هذه القضية ولنقل شكاويهم. فلنستمع جميعا إلى هذه الشكاوى. والله بيأثر علينا كثير من ناحية خراب السيارة، من أكثر ما أكثر يعني إحنا بنشتغل خط ارتاح. اللهم صل على سيدنا محمد. مشروع الأرصفة هاي الله يجزيهم الخير عملوه ماشي، بس خديه صلهم مخلصينه. الغبرة مشان ريح وفيش مطر كتلتنا كتل الغبرة يعني للأسف، يعني في عمال تنظيف بإمكانهم إنهم يكنسوا محل ما خلص أو المقاول نفسه. يعني الغبرة بجوز نزلته وشفته الغبرة كيف لحديت هسه موجودة من عجال السيارات، بيبقى السيارة اللي قدامه بتغبر على الوراء والوراء بغبر كتلتنا كتل. وفي كمان الله يجزيه الخير واحد بعرف ايش من احدى العمارات غاد شبك مجاري فحر الشارع نصين ودشرنا اياها للشفرية مشان نتذكر كل ما نطج عليها. مع البلدية يعني طلع هالمنظر أول إشي اللي وعدنا فيه رئيس البلدية وقال إنه بدي يعمل باريس. طبعا إحنا هاي شايفين برضو إنه باريس قدامنا ما شاء الله، يعني طلع هالركعة هاي اللي صلها بجوز أكثر من شهرين. أنا ناشدت البلدية مرة مرتين أكثر من 3 مرات طبعا، وحكيت معهم اليوم بكرة مسكت دحيلية طبعا والتقيت فيه، قال لي أنا اليوم بالجلسة هاي بحكي مع الرئيس على أساس يعمل طبعا الحفرة هاي. وهي زي ما أنتوا شايفين يعني إحنا بس بنستنى إن شاء الله رحمة الله تمطر الدنيا عشان تتعبى محلاتنا خبابيص ودورنا وشغلات زي هيك. يعني أنا بقول للمجلس البلدي حقيقة كفى، بدها شوية ذوق، بدها شوية حياة، يعني بلد وسط بلد الناس تطلع هذا الاشي برضو، هذا اشي برضو مؤذي. يعني البلدية بترد وتقول أن هناك بعض المشاكل اللي تواجه البلدية مع المقاول المسؤول عن مثل هذه الأماكن، يعني أنتوا شو بترد على هذا الحكي؟ أنا واقف على المشروع هذا منذ يعني من أول ما بدأ، سواء عندي في الرصيف سواء عندي هون في الشارع، ما في ما أي مشكلة مع المقاول. المقاول لما هون خلص بقى المهندس عدي موجود اعطير وقال انه احنا خلصنا انجزنا، كنا له هاي كان فيها هاي عليها مشكلة بين على اعطير بين الشارع وبين بين البلدية. هذا مش ذنبي انا كمواطن، هذا مش ذنبي. يعني اول شيء انا بكره المي الخبابيس هاي كلها بتعود علي، انا على بيتي الموجود في وسط البلد او على محلي، وانا بقول عاد بكفي عاد. يعني سواء هاي الحفره ولا غيرها هاي صلى بحدود شهرين، شو بتعمل البلديه قاعده؟ يعني شو المشكله يا اخي يجي رئيس البلديه واعضاء البلديه يطلع على التلفزيون يقول لنا شو المشكله اللي بتواجه هاي الحفره اللي هي في وسط البلد؟ هاي الحفره صلى اكثر من شهرين يا جماعه، يعني عيب بكفي عاد.
هاي الطريق كانت في الأول صيدين، صيد واحد يعني بدون مرة واحدة، هلأ صار الصيدين طالع نازل، ودائما إحنا ما بنسمع صوت السيارة إلا صوتها بيطلع قوي، يا بسمع بريك قوي لما تيجي بتفاجئ بالجورة. أنا في عندي جورة هنا زمان حطيت لها حجر مشان بس ما تتعور، ما حدا يتعور. وهناك نفس الشيء يجوا بيقصوا الشارع هون وقصوا هون وبقصوا هاي وبرجعوش. كانت الزفتة بالحارة وقلنا لهم عنها برضو، قالوا بنرجع ما رجعوش. بيهتموا، أنا بقول لك بصراحة، بيهتموا في المناطق اللي فيها ناس راقية، فيها ناس محترمين، بيهتموش في المناطق اللي الشعبية اللي زي هيك. ما في فلان معروف وإله قيمته، يمكن باب داره الكاتب راح بيعملوا له إياها، يعني الشارع التحتاني طلع عليه والشارع هذا طلع عليه. الشارع التحتاني اللي بمر على منطقة دار الجراد وبروح هيك على الشارع بروح أشوف طلع عليه أرصفي مع بطون مع زراعة مع شارع كل شيء تمام، بس لأنه هاي ما فيش إلى حدا بهالحارة، ما حدا سائل، ما حدا كلكان. ومكثير من كل ممرك ومعهم المقص، يا عم هاي في هون جرة لازم نعملها برضه، فيش فايدة. هاي أنا حر زي ما أنت شايفين، أنا حسب ما بقعد هون صار في أكثر من سنتين، أكثر من سنتين، وهاي قصوها برضه لهناك نفس الشيء ما رجعوا لهاش. هاي في هون واحدة ومي، ها شغلة مش معقولة. أكثر من مرة طلبنا من البلدية، وأجت البلدية أكثر ما أنها تحط لنا رمل وتكيم الرمل بأول مطرة أو أي سيارة تمرق عليها مرتين ثلاث تخبط. وفي نساد كثير أجت هنا وعملت حوادث من تحت راسها هي الجورة، لكي خشت بسيارة واقفة أو خشت بتاكسي من تاكسياتنا، تكاسي اللي إلنا بتبقى مليانة مية الجورة ما بتستعبي السيارة، اللي هي خبطت يا بتغير شاصي يا بتغير بتفتلي عجل يا بتغير الكاوشو كلياته. طب هذا أنا أحسب مين؟ طبعا انا قاعد بدي ادفع حسابه، لانه هاي الجوره، طب هاي الجوره من مصلحه مين؟ طب مش انتم بتاخذوا منا نفايات، بتاخذوا منا اناره، بتاخذوا منا تصليحات؟ طب هذا الشارع لمين؟ مش للبلديه، والبلديه احنا بندفع لها مصاري، ومن حق اي مواطن انه يصل يبقى ماشي و100%. طب بنت صغيره لو مركبتك هتتاثر فيها هاي البنت، لان هاي الجوره انت ما تستعيني فيها انها صغيره، هاي الجوره غميكه، سياره شحنه بتمرق منها تلاقيها طبت في قلب الجوره، بتلاقي 100 سياره سياره كل يوم والثاني السيارات بتغير، بتلاقي سنوبرسات بتعمل حد شوفير مش منتبه بخش فيها بخش بسيارة اللي على جنبها. طب هذا اللي متى هذا؟ يعني هاي جورة من عدة جور، يعني لو أخذكم بالسيارة ولففكم تزهقوا من الشوارع بكثر ما في مطبات. طب هذا لوين انت هذا؟ طب مش انتوا بتاخذوا منا مصاري؟ ما دام بتاخذوا من مصاري قلنا حكي يا عمي نصلحوا لنا اياه. إذا مشاهدينا، بعد ما استمعنا لهذه الشكاوى حول وجود الحفر والشوارع الغير مكتملة في الصيانة والتعبيد، لابد أن نستمع لرأي البلدية والتبريرات التي قد الآن تفسرها وتوضحها لنا حول التأخر في عمل مثل هذه الشوارع وسبب وجود هذه الحفر في أماكن متعددة من شوارع مدينة طول الكرم، وهل بالفعل يوجد عيون رقابية من قبل البلدية على هذه الأعمال؟ فلنستمع برأي البلدية. احنا دائما مع المواطن، احنا مننكرش انه في عنا اشكالية في موضوع عطاء التركيعات واصلاح الحفر. احنا في حاليا نزاع عمل مع المقاول، فيش انتظام في عملية التوريد. المفروض هاي الحفر اللي بتشوفوها في البلد ما تشوفوها، لأنه المفروض كانت تزفتت. في عنا انقطاع أو عدم انتظام في عملية التوريد من قبل المقاول المسؤول عن الموضوع، وجهنا له كتاب رسمي انذار أول، وجهنا له كتاب ثاني. بالتالي عمليا احنا ماشيين في تسلسل مع المقاول لحتى تتم عملية إما الانتظام في العمل وإما فسخ العقد والتعاقد أو طرح العطاء من جديد. طبعا احنا المناطق اللي تحدثت عنها مثل عند الحوت اللي عند المركز المديني، اللي عند الحوت هناك إشكالية كانت في تحديد مسار الشارع واتجاهات الشارع، وانه اتجاه واحد او اتجاهين تمت في عملية تعارض او معارضة من قبل بعض المواطنين لتحويل الشارع اتجاه واحد. ظلت الامور عالقة لحين بحثها مع لجنة السير ومع الشرطة للإقرار بانه الشارع اما ان يكون اتجاه واحد شارع يافا او يكون اتجاهين. المنطقة اللي عند مركز المدينة أو الرقعة الموجودة اللي عند مركز المدينة هي أو نهاية مشروع البلاط، مطلوب من المقاول
مقاول السوق انه وتسليم المشروع هو ب 18-12 على ما اعتقد، مطلوب من مقاول اللي اشتغل البلاط في السوق انه ينجز هذه المنطقه يبلطها ويختمها. الشغله الثانيه ان هناك في عندنا خط مجاري قاعد بنحفر في نفس المنطقه. الشغله الثالثه انه بعد خط المجاري راح يجي مشروع تسفيت وتعبيد لكامل المنطقه ممول من صندوق البلديات. عمليه الشغل في التركعات بتتم على عده مستويات، مستوى الحفر اللي هي دائما تنتج عن اعمال حفريات لصيانه شبكات المياه، شبكات المجاري، او اعمال حتى تلف الزفت نتيجه قدمها. بعدين مستوى الترقيع ما بين الاسفلت والحجر اللي بتشتغل البلديه، حجر الارصفه. انتوا على علم او على درايه انه البلديه قامت بمد الاف الامطار خلال السنه الماضيه من حجر الرصيف لجميع المناطق، لجميع الاحياء، لجميع الضواحي. طبعا هذا بتطلب من البلدية انها ترقع ما بين الرصيف والاسفلت القائم، وهذا طبعا عملية مضنية وطويلة وبتستهلك كميات كبيرة وبتستهلك وقت كمان كبير. عمليا عطاء التركعات او التركعات ماشي في البلد مش بالسوق اللي احنا بنتصوره، لكن نعترف وعن حق المقاول انه يتساءل، من حق المقاول، من حق المواطن انه يتساءل او انه يشكي او انه يطالب بخدمة افضل، واحنا حقنا على المقاول انه يوفر لنا الخدمة والترقيع والتوريد المنتظم للإسفلت حتى ما تبين هاي الرقعة في الشوارع. العطاءات مقسومة لقسمين عنا، إما عطاءات ضمن فترة زمنية محددة خلال شهرين ثلاثة، وهذا دائما في العطاءات المش مفتوحة في أكثر من منطقة، يعني عطاء محصور في مكان معين يجب أن ينتهي في وقت معين. يعني مثلا عطاء خط المجاري اللي انفتح في شارع، على ما أعتقد في شارع من مركز المدينة من مركز المدينة لتحت لعند شارع قاكون، العطاء كان له فترة زمنية محددة، له مدة يجب أن ينهيها المقاول لأنه من إكس لزد يجب أن ينتهي. العطاءات المفتوحة، في عنا عطاءات مفتوحة ما لها فترة زمنية محددة وإنما الطلب فيها بتم بناء على حاجة البلدية، مثل عطاء التركعات وإصلاح الحفر. هذا منقول إن من نزل العطاء إنه خلال 6 شهور بتم التوريد بناء على احتياجات وطلب البلدية. هذا العطاء ما له فترة زمنية ولا له مدة محددة، بس إحنا المقاول بنجبره بكتب رسمية إنك إحنا منا ترقع المنطقة الفلانية والمنطقة منطقة إكس، منطقة واي، ومنطقة زد، كل هذه المناطق منا إياها خلال 48 ساعة. هسا المشكلة وين بتنشأ؟ بتنشأ من عدم التزام المورد في توريد الإسفلت، من عدم انتظام في العمل من قبل المقاول. بركن انه الفتره مفتوحه، بس لا، ضمن شروط العطاء انه اذا خلال 48 ساعه ما وردش بترتب عليه غرامات، بترتب عليه امور قانونيه. احنا قاعدين هسه نمشي فيها خطوه بخطوه اساس نوصل لحل، اما بالتراضي او بفسخ العقد. في نهاية المطاف البلدية تبرر وجود هذه الحفر وعدم اكتمال تعبيد الشوارع نتيجة مشاكل يواجهونها في التعامل مع المقاولين وعدم انتظام عملية التوريد لإكمال المشاريع بالوقت الصحيح. أما لسان حال المواطن فهو يكرر الشكاوى والنداء للتحرك من أجل معالجة هذه القضايا، لكن السؤال الأهم يبقى حول مدى توفر عيون رقابية على كافة المشاريع التي تنفذ لتفادي الوقوع في هذه المشاكل مرة أخرى. وفازيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم.